بعدين هاي التتبيلة نفسها بنوزعها على اللحم، نتركها لحتى تنتقع، يعني نخليها هيك مثلا بالليل او لو ممكن وقت. يعني ليلة كاملة ها، يعني يفضل انه شوف مثلا انا بحطها بصبة كلها بشكل كامل، بعدين برجع بوزع عليها من كل الجهات. وعادة يفضل انه اللحم يعني ينحط الصلصة عليه تنحط هيك لوقت محبوس، يعني ما تكون معرضة للهواء. فبعد ما بحط التتبيلة بالضبط، بعد ما بوزعها على كل مكان فينا نحطها بكيس مثلا او شيء. فهيك بهالطريقة هي.